يمكن من أكتر المسلسلات اللي الجمهور مستنيها في رمضان 2021 هو مسلسل موسى لمحمد رمضان، وكل فترة والتانية بتنزل أخبار عن انضمام نجوم جدد للعمل، وإحنا سبق وتكلمنا معاكم عن انضمام سمية الخشاب في دور البطولة إلى جانب محمد رمضان. لكن من كام يوم انتشرت أخبار، والأخبار بتقول إنه في بطل جديد انضم للمسلسل وهو الفنان منذر ريحنا. ومنذر بقى معنا دلوقتي على سكايب علشان يأكد لنا الموضوع حصريا في تريندينج. أهلا بيك يا منذر. أهلا وسهلا، منورنا قبل أي حاجة. منذر الصوت واضح عندك؟ سمعني واضح؟ قوليلي. اوكي، خلينا نبدا معاك النهارده. من بعد اعمال ناجحه في العالم العربي، رمضان 2020 هيكون طبعا هو موسم خاص بالنسبه ليك طبعا من بعد غياب عن المواسم الرمضانيه السابقه في مصر، وهنشوفك مع محمد رمضان في مسلسل موسى بدور البطوله، فحبك تكلمني عن التعامل ده. يعني اول حاجه شكر للنجم العربي، وانا بحسه العالمي محمد رمضان. أنا حابب المشاركة في العمل ده، وإن شاء الله يكون عمل مختلف بكل تفاصيله. بحب أشكر شركة سينيرجي، الشركة اللي بتقدم أعمال بحرفية عالية وبمواضيع مهمة جدا، الكاتب ناصر عبد الرحمن، المخرج محمد سلام، كل الممثلين اللي موجودين معانا. إن شاء الله إن نقدم بإذن الله بإذن الله وبجد حاجة مختلفة جدا جدا جدا. العمل ليه أسلوب وطابع خاص، أظن ما تشافش قبل. لا يعني في رواية مهمة جدا بإذن الله. طب منذر، الرواية أخدتك فترة قد إيه على ما قريتها؟ يعني قعدت فترة، يعني كتابة ناصر عبد الرحمن هي شبه البحر، بحاجة انك تعرفي الباب اللي ممكن تدخلي منه. قد انت عارفة يعني الحاجة السهلة بس الصعبة في نفس السهل الممتنع، السهل الممتنع، ولكن بأسلوب خاص جدا. ربنا يعيننا على حمل الأمانة، ربنا يعيننا بجد يعني. إن شاء الله. طيب إحنا حاليا دلوقتي بنشوف معاك مع الجمهور طبعا المشاهدين الصورة الأولى والحصرية لشخصية نوفل من كواليس مسلسل موسى، فإيه اللي ممكن النهاردة تكلمنا فيه أكتر عن الشخصية نفسها، وإيه العلاقة اللي بتربطها بموسى نفسه؟ لا ده لسه، لا عايزة بقى منك حاجة. لا ده مسلسل تاني مختلف. الصورة دي لا مش من، احنا لسه ما ابتديناش تصوير، لسه ما ابتديناش تصوير. لا احنا لسه بنرسم الشخصيات مع الدكتورة سامية، مع المخرج، مع الكادر كاملا. ان شاء الله التصوير هيكون قريب جدا. الصورة دي من مسلسل اسمه سكن المغتربات، هنجيله كمان شوية. أيوة. الغلطة غلطتي، أنا حطيت الصورة غلط، معلش يا منذر. طب منذر، أوكي هستوقفك هنا وهستأذنك لو تكلمني بس عن طيب يعني تفاصيل الشخصية شوية، بما أنتوا لسه ما ابتديتوش تصوير، أو حتى إيه علاقتها بموسى، لو تقدر تديني نبذة بسيطة. والله بصي، هو يعني انا دايما ما بحبش اتكلم عن اي مشروع الا بعد ما يطلع. ده رقم واحد. ولكن هو الوعد من الورق اللي معانا والممثلين كاملين، وعلى راسهم النجم محمد رمضان، احنا عندنا مشروع حقيقي وجاد جدا جدا جدا، ليكون حاجة خارج السرب.